واخيرا الرد من محمد سلام على الازمه اللي بينه وبين الفنان بيومي فؤاد. وبشكل مفاجئ الغى الفنان محمد سلام متابعه الفنان بيومي فؤاد عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وده بيشير ان العلاقات بين الثنائي الكوميدي ده خلاص خلصت. وقبل ساعات كان محمد سلام قفل كل التعليقات على الصوره اللي بتجمعه بالفنان بيومي فؤاد واللي كان نشرها قبل كده عام 2020 على حسابه على انستغرام. جيت المملكة العربية السعودية وليه الشرف. عشان نقدم فننا، احنا مش جايين نضحك، احنا جايين نقدم فننا. احنا بنحترمكم وانتم بتحترمونا. شيء عظيم ان الفنان يبقى له جمهور في كل الدول. شيء عظيم ان انا اخرج اتصور مع شاب سعودي واتصور مع سيدة سعودية وهي تعلم ان انا مصري. انا بشرف بلدي. من حقك انك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك انك تغلط في فنك. احنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم، احنا بنقدم فننا، بنقدم فننا المصري. انتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا. أنا وكل زملاتي دول، إحنا بنحترمكم وبنحبكم وهنفضل طول عمرنا معاكم. كتر خيركم، إحنا بنقدم فن، إحنا بنتعب وبنشقى عشان نقدم فن، مش عشان نيجي نضحك. لو الموضوع كده يبقى في فنانين من أيامنا جيب الرحالي لغاية محمد أنور المفروض ينتحروا. إحنا بنقدم فن. تحياتي لحضراتكم يا فندم. أنا آسف. إحنا اتظلمنا والله. إحنا اتهنا واتظلمنا وإحنا جايين نقدم فن. أقسم بالله إحنا مش بتوع فلوس، أقسم بالله. والله العظيم ما بتوع فلوس. ثلاثة بالله العظيم العرض دوت لو قعد أكتر من 15 يوم تاني بدون أجر، سيادة المستشار يعلم. إحنا يبقى لينا شرف ونبقى فرحانين جدا. تحياتي لحضراتكم وأنا آسف. شكرا.